دكتور شريف الكرداوي استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الدين. مركز القلب الرياضي ليه أهمية كبيرة بالذات في الفترة الأخيرة، نشأت بعض الحوادث المميتة الحزينة للرياضيين. الناس بتعتقد ان هم اكتر ناس بتكون في صحه جيده، لكن الواقع ان في بعض الاحداث المؤسفه بتحصل. يمكن الفيفا في السنه الاخيره ابتدى يعدل في قانون الرياضه الخاص بكره القدم، واتاح للاطباء اقتحام الملعب وتوقيف اللعب في الضروره القصوى اذا راى في خطوره على حياه احد اللاعبين. انطلاقا من الفكر العام في تغيير مفهوم الطب الرياضي، مستشفى وادي النيل تبنت فكرة الكشف المبكر عن أمراض الرياضيين بالقلب الرياضي. المركز ده مهم جدا لكل الرياضيين بكل الألعاب عشان يتوفر لهم حياة صحية مناسبة إن شاء الله. ليفربول من الأماكن اللي وبالتحديد جامعة جون موريس من الأماكن اللي تبنت فكر القلب الرياضي الوقائي من فترة طويلة، وهي الجامعة المشرفة عن فريق ليفربول لكرة القدم. تبادل الخبرات ده مهم جدا لتطبيق البروتوكولات العالمية بالنسبة للرياضيين المصريين لتوفير أكبر قدر من الأمان ليهم بإذن الله.